من ضمن الاخبار المهمه اللي بتهم النادي الاهلي وجمهوره النهارده، فريق اولسن هونداي الكوري الجنوبي فاز في المباراه النهائيه على فريق بريسبوليس الايراني بنتيجه 2-1، فبالتالي بيتاهل لكاس العالم للانديه. البعض ربط الفوز ده بان الاهلي هيقابل هذا الفريق الكوري الجنوبي، لكن لسه في القرعه ولسه في فريق في الدور التمهيدي هيكون فريق الدحيل القطري، فلسه ما تحددش مين اللي هيواجه النادي الاهلي في اولى مباريات كاس العالم للانديه اللي هتبتدي في شهر 2 او الاثنين باذن الله المقبل. بالتالي كده اللي تاهل رسميا لكاس العالم للانديه: الاهلي من افريقيا، فريق اولسن من اسيا، بايرن ميونخ من اوروبا، لسه بطل امريكا الشماليه والوسطى والبحر الكاريبي لسه ما تحددش، من الاوكيانوس هيتاهل او تاهل خلاص اوكلاند سيتي، وامريكا الجنوبيه كمان لسه ما تحددش مين اللي هيتاهل منهم، بالاضافه لفريق الدحيل القطري بطل الدوري القطري هناك وهيشارك في هذه البطوله لان البطوله بتقام في قطر. طيب عايز اتكلم شويه عن نتائج الدوري الممتاز واللي هو في الحقيقه يعني ممتع جدا، بادي بمنتهى الاثاره والقوه، المباريات كلها جميله والواحد حابب ان هو يقعد يتفرج على كل المباريات لانه بيتمتع بيها وباهدافها وباداء اللاعبين يعني. فالجوله الثانيه بالتحديد خليني اعرض لحضراتكم نتائج الجوله الثانيه. اسوان لاعب طلائع الجيش زي ما حضراتكم شايفين كده وفاز 2-1، اسوان بادئين بدايه ما شاء الله. سيراميكا كليوباترا فريق محترم قوي قوي فاز على البنك الاهلي 3-1. وادي دجله فاز على المقاولين العرب بنتيجه 2-1، في لعيب اسمه شادي حسين في سيراميكا كليوباترا ممتاز ما شاء الله عليه. الجونه اتعادل مع المصري 1-1. الاسماعيلي تعادل مع الانتاج بمراكز رائعه 3-3. بيراميدز تعادل مع الزمالك 1-1 في قمه هذه الجوله. ومصر المقاصه خسر من انبي 1-0. والاتحاد السكندري تعادل مع سموحه 1-1. والاهلي فاز على المحله 3-0. مباراه الجوله الثالثه بقى واللي هيغيب عنها الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولين بسبب المشاركه الافريقيه، فبالتالي يوم 21 من الشهر الجاري البنك الاهلي هيقابل الانتاج الحربي، الجونه في نفس اليوم مع الاسماعيلي، في نفس اليوم برضو المصري مع اسوان، ويوم 22 من الشهر الجاري انبي هيقابل غزل المحله، وطلائع الجيش هيقابل في نفس اليوم مصر المقصه. جدول الدوري بدري بدري كده، الاهلي بيتصدر برصيد 6 نقاط ومعاه كل من سيراميكا واسوان بنفس الرصيد، لكن النادي الاهلي بيتفوق بالاهداف، الاهلي احرز 6 اهداف ودخل هدف واحد في شباكه. المركز الرابع الزمالك 4 نقاط والاتحاد ودجله نفس الرصيد في الخامس والسادس. انبي في المركز السابع 3 نقاط والاسماعيلي وسموحه والجونه والمصري وبيراميدز والجيش والانتاج والبنك الاهلي في منتصف الجدول. اما الثلاثي اللي في مؤخره الجدول، ولسه بدري طبعا يعني على الكلام عن الجدول، لكن دايما بنحب نتابع اول باول كده نشوف الامور ماشيه ازاي. المحله في مركز ال 16 عنده نقطه، المقصه ومقاولين من غير رصيد من النقاط. نتمنى كل التوفيق للجميع وعلى راسهم النادي الاهلي.